عشقا من عاش بالقرآن، من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 95 بعد 200. نتناول آيات من سورة طه. هذه الآيات تحكي لنا فتنة العجل. العجل الناس اللي تربوا في بيئة للأسف الشديد بيتأثروا بها. بنو إسرائيل تربوا في بيئة تعبد العجل، عجل أبيس وعجل مش عارف إيه وكده، فكانوا يشتاقون إلى عبادة العجل. سيدنا موسى بعث ليجعل الناس، يحرر الناس من عبادة العجول إلى عبادة الله الواحد الأحد. فسيدنا موسى يعني بعث إليهم وعلمهم ووراهم الآيات والمعجزات وحررهم من العبودية في مصر وخرج بهم إلى سيناء، ورغم كل اللي عملوا يحن الناس إلى العبودية تاني وأنهم يعبدوا العجل. قصة عبادة العجل أن موسى عليه السلام في قوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، إحنا لسه كنا مع بعض ما صدقت ولا نمشي وتعبدوا العجل إزاي، ده أنا ما متش لسه، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. إزاي يعني سيدنا موسى عايش سابهم شوية عبدوا العجل، ما لما يموت يعبدوا إيه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قلنا أن كل مصرية، كل يهودية كانت استلفت من المصرية الذهب بتاعها وخدوه، يبقى كده سرقوه، وبعدين لموا الذهب اللي سرقوه كله وعملوا منه عجل. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، زينة القوم الذهب بتاعهم، فقذفناها حطناها في النار فكذلك ألقى السامري. عمل إيه السامري؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يعني عجل جسد؟ العجل ده عجل كبير أجوف فاضي من جوه، يدخل الهواء من الخلف من مؤخرة العجل ويخرج من بقه فيعمل صوت ويلف حوالين محور كده فيسجدوا ويسقفوا ويصفروا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار بيطلع صوت، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والسامري ده قال لهم هو ده الإله بتاع موسى. قال أما موسى راح فين؟ لا ما هو موسى لما يرجع هيلاقي الإله بتاعه هنا. طبعا ده كلام جنان يعني. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. عبادة العجل موجودة في كل زمان ومكان، الناس نفسهم يلاقوا عجل يعبدوه. في القرن الحادي والعشرين ناس بتعبد البقر وناس بتعبد بوزة وناس بتعبد النار، مش عايز أقول لكم حوالي 330 ديانة في الهند. 330، انت مصدق في العصر الجميل ده واليابانيين متقدمين وبعدين يجوا يسجدوا قدام تماثيل بوزة؟ انت متخيل؟ ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام حرر العقل من أن يسجد لصنم. عبادة العجل مستمرة إلى يوم القيامة، أنت مصدق؟ دول متقدمة جدا، متقدمة تكنولوجيا، تجد الياباني مش عارف بيسجد لبوزة وبيعمل مش عارف، ويوم ما قالوا بتوع طالبان إحنا هنكسر صنمين لبوزة العالم كله زاي، والحضارة يعني العالم كله مع الأصنام. طبعا يعني بس عايز اقول لكم ان حكايه عباده العجل دي ما كانتش بدعه ولا حاجه، ده موجوده. ربنا بيقول على الناس اللي عبدوا العجل دول: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. معقوله لغايه دلوقتي في ناس بتعبد الاصنام؟ اي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به. هارون قال لهم يا جماعه ده غلط، انما وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إحنا هنفضل نعبده لغاية ما يجي موسى. أنت هتسأل نفسك كده يعني هو إيه الفرق بين موسى وهارون؟ الله سبحانه وتعالى جعل يعني ساعات ربنا بيعمل قوة في بني آدم كده، كاريزما كده يعني عنده قوة فظيعة زي سيدنا موسى. سيدنا موسى قالوا أنه كان في قوة 40 راجل كان يقدر يشيل الغطا بتاع البير ويسئل البنات، وغطا البير ده ما يقدرش يشيله غير كام راجل، إنما سيدنا موسى شاله وسأله. سيدنا موسى كان لما يزق واحد فوكزه موسى فقضى عليه يقع يموت، فكان سيدنا موسى لما يمسك كام من بنو إسرائيل في بعض يطقشهم يموتهم، فكانوا يترعبوا منه. فعشان كده طب ما هارون كان معاهم ما خافوش من هارون ليه؟ ما كانوا مرعبين من موسى ليه؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. فلما رجع سيدنا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
انت مش شفتهم يا هارون بيعبدوا العجل؟ الا تتبعني افعصيت امري؟ انت خرجت عن المله يا هارون. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، لان في بعض الروايات واخذ براس اخي يجره الي، مسك اخوي شده من شعره. قال يا ابن ام، يا اخويا، يا ابن ام، يا ابويا، يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تركب قولي. انا سبتهم يعبدوا العجل كده موحدين وقاعدين، انا خفت اقول عباده العجل باطله ويطلع ناس ويعملوا زي الناقه زمان ويقتلوا ناقه صالح، فسبتهم لغايه لما تيجي تتصرف معاهم. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تركب قولي. جه سيدنا موسى بقى بيقولوا تعالى يا سامري. قال فما خطبك يا سامري؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تعمل لهم عجل يعبدوه يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. ده انا شفت الملك وهو نازل معاكم انتوا بتشقوا البحر، فخدت من تحته كده حفنه، فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبسته، فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبسته. وكذلك سولت لي نفسي، حبيت اعمل فيها بقى ان انا ايه، يعني انا الكبير بتاعهم وانا المسؤول عن العجل وهيسمعوا كلامي. وكذلك سولت لي نفسي. تفتكر سيدنا موسى قال له ايه؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هتبتلى بإن محدش هيقرب لك طول ما أنت عايش، محدش هيقرب لك بعزلة فرضت عليه، محدش يقدر يقرب له. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ابتلي بمرض في جسمه، مرض معدي محدش يقدر يلمسه. هل تصدق؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس لغاية لما يجي اليوم بتاعك اللي هتموت فيه، وإن لك موعدا لن تخلفه. شاف كلام النبي؟ اللي يعمل فتنة ويضيع الناس لازم ربنا يورينا فيه عبرة، لازم. ليه بقى؟ لأنه المفروض أن الإنسان لما يتولى يوري الناس الخير، لكن في ناس تانية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. في ناس عايشة كده تقول له يا فلان اتق الله، اتق الله؟ انت تقدر تقول اتق الله ازاي؟ سيدنا موسى بيقول للسامري ايه بقى؟ قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. تفضل كده عندك مرض معدي محدش يقدر يلمسك بقيت عمرك، وان لك موعدا لن تخلفه لغايه لما يجي ميعادك اللي هتموت فيه ذليل. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكف. بص اللي انت قعدت تخلي الناس يعبدوه، حرقه وما رجعش الذهب للناس، حرقه ورماه في البحر. طب الذهب بتاع الناس، الذهب المسروق. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وساعات الإنسان يجمع ثروة من حرام، خلي بالك من الحكاية دي، إنسان يجمع ثروة كبيرة من حرام وبعدين تتحرق كلها كده قدام عينه وما يقدرش ينقذها. آه والله العظيم، شفت ناس جمعت ملايين من حرام، شفت ناس بنت أبراج من حرام، سرقت أرض وجت كلها انهارت وكلها تهدد وكلها ولعت ومصانع ولعت. والله العظيم يسلط الله على المال الحرام تاليفا يتلف. ده مش المال الحرام وبس، ده لو انت لو ما بتطلعش زكاة مالك، لو ما بتطلعش زكاة مالك ربنا يرزقك عيل فاسد يروح مضيع لك الفلوس كلها، لو ما بتطلعش زكاة مالك ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك حرام ياخد الفلوس كلها. في امرأة فاضلة كانت عندها ذهب، ربع كيلو ذهب، وبعدين كانت كل سنه تطلع زكاه الذهب ده. فطبعا ايه، وهي سافرت حطت الذهب، قالت له استودعك الله الذي لا تضيع، وحطته في الدولاب وسافرت. في ناس حراميه بيتتبعوها دخلوا الشقه سرقوا كل حاجه، البوتاجاز ومش عارف ايه والايه والايه. دخلت على الذهب بتفتح لقت الذهب، بتقول لي الدولاب مفتوح، لكن ربنا سبحانه وتعالى عمل لص عن الذهب لانها استودعته الله الذي لا تضيع دعوه، وهذا الذهب تخرج عنه زكاه ماله. بيتسرق ويضيع وتتحرق بيه وبعدين تبيعه عشان تصرف على العيال وتزرع كيله وتزرع فشه. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ان شاء الله نلتقي في العاشره صباحا والعاشره مساء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سعد من يرقى بحلاوه الايمان ما عمره يشقى.